انا معايا على التليفون كابتن عيد مرزيق المدير الفني للبنك الاهلي. يا كابتن عيد اهلا وسهلا بكم، مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن ابراهيم، وانا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله والاحتفال بتاع اللعيبه. طبعا انا بكتب او صعود لنادي البنك الاهلي اول مره في تاريخه زي ما حضرتك قلت. ايوه، وانجاز كبير طبعا كمان ان احنا من القسم الثالث للقسم الثاني للممتاز بيه. خلال قد ايه بقى؟ خلال قد ايه قطعت سنتين على طول يا فندم؟ ده شغل عالي، ده شغل عالي. لا والله الحمد لله، يعني من القسم الثاني للثالث للممتاز بيه على طول الحمد لله. ده برضه الحمد لله برضه انجاز لنا كجهاز فني الحمد لله. طبعا ممكن تعملوا لنا تجربه كده زي تجربه ليستر سيتي للقادمون من الخلف ولا صعب؟ والله كان ناس يعني حتى السنه دي واحنا شغالين ووصلنا للمرحله الاخيره كانوا يقولوا لنا انتوا ما حدش كان متوقع ان انتوا تصعدوا، وانا برضو رديت عليهم زي ما حضرتك قلت بالنسبه للقسم الثاني ان برضو ليستر سيتي زي ما انت قلت كده خدت الدوري الانجليزي وما حدش كان برضو حاسس انه او متوقع انه ياخدها. فطبعا كل حاجه موجوده في الكوره، اهم حاجه يبقى عندك طموح وعندك اصرار وعندك رغبه. صحيح، الرغبه لازم تبقى موجوده الاول يا كابتن ابراهيم عشان تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. طيب احكي لي الصعوبات اللي واجهتكم خلال المنافسات ديت، خاصة ان احنا بنتكلم على نهاية كانت زي ما بتقال نهاية سعيدة ولكنها صعبة جدا جدا، الاحتكام الى المواجهات المباشرة بعد ما النهاردة اتعادلتوا وبني سويف الناحية التانية فاز، وبالتالي انتوا اللي تأهلتوا وانتوا اللي صعدتوا. احكي لي بقى ابرز العقبات اللي قابلتكم. والله يا كابتن ابراهيم انت عارف ان مجموعه الصعيد مجموعه صعبه جدا. اول حاجه انت بتلعب محافظات، طبعا البلاد بعيده جدا. النهارده فرق كبيره طبعا ليها باع كبير جدا جدا في الممتاز في الدوري الممتاز قبل كده، مدربين فنيين على مستوى كويس، فرق محترمه جدا نفسك. فانت ما كنت محتاج ان انت تبذل النهارده فرقه لسه صاعده من القسم الثاني للثالث للثاني، تبذل مجهود مضاعف عشان تقدر توصل للهدف اللي فيه. احنا الحمد لله من اول اسبوع لغايه اخر اسبوع احنا بنتبادل المركز الاول مع بني سويف. فاحنا طبعا بالنسبه للماتش الاخير طبعا كان ماتش عنق زجاجه بيننا وبين بني سويف. كابتن عيد انا سامع حضرتك، انا معاك اتفضل. الماتش الاخير طبعا الاسبوع اللي فات كان هو ماتش برضه عنق زجاجه بالنسبه لنا، لكن بالنسبه للمواجهات المباشره احنا طبعا حسابات موجوده بين الثلاث فرق. برضه الالومنيوم كان بيصارع معانا على الصعود. ايوه، دايما الالومنيوم كان على طول في ظهرنا، دايما بيحاول يوصل. نادي الالومنيوم نادي محترم وجهاز فني محترم. فاحنا الحمد لله كان عندنا طموح ورغبه ان احنا نقدر نكمل نقدر نوصل. كان ماتش بين سويف ده ماتش عنق الحمد لله اللعيبه، الماتش كان مذيع على قناه النيل، طبعا اللعيبه كان ادوا اداء كويس ك ك ك اداء في الملعب ونتيجه الحمد لله بشهاده الجميع. اللعيبه بقى فعلا يعني حطوا صوره كويسه للناس كلها ان نادي البنك الاهلي احق يصعد، احنا كسبانين بين سويف في ملعبه. فالحمد لله اشتغلنا على عدد النقاط في الاخر، يعني برضو في فرق محترمه بتنافس او بتصارع من الهبوط زي سوهاج وتليفونات بني سويف. كل الفرقه دي عملت اللي عليها، عملوا ماتشات كويسه جدا زي ما عملوا ضدنا بالظبط، ما كانش في حد بيتلاعب في اي مباراه، كلهم فرق كبيره وبيشتغلوا على نفسهم. فده اللي حصل. فانت طبعا دي كوره كابتن ابراهيم، النهارده انت يعني برضو بتشتغل على نتائج الاخرين وده مهم. صحيح، النهارده الزمالك بيكسب بعد ما كان مستني نتيجه بيراميدز والاهلي، فده برضو مش ده موجود في الكوره في الانديه الكبيره. قريت لك تصريح يا كابتن عيد بعد المباراه قلت فيها انك بتهدي التاهل ده لاعداء النجاح. سبب التصريح ده؟ والله دايما انت عارف يعني بتلاقي في ضغوطات، وفي طبعا اللي انا بتكلم عليه، انا معايا مجلس اداره محترم. كابتن عيد قلنا النادي لغايه دلوقتي احنا لينا شغلنا بنخلصه، مش مالناش مصلحه باي حاجه ثانيه وملناش اعداد ملناش مواضيع، لينا هدف، لناس محترفين بتشتغل شغلنا، لاعبتنا برضو ليها حاجات معينه بيعملوها. غير كده مفيش طبعا نادي اجتماعي والكلام ده كله عن كل الامور دي عشان نركز في الهدف اللي احنا جاي له. طبعا انت عارف ان في كل نادي في ناس طبعا عايزه كابتن عيد يكمل وفي ناس مش عايزه كابتن عيد يكمل، ايا كان يعني ايا كان جوه النادي بره النادي. فانا طبعا انا بهدلهم الصعود بتاع نادي البنك الاهلي، بقول لهم نادي البنك الاهلي صعد الدوري الممتاز والحاجات دي كلها بتقوينا ما بتقللناش الحمد لله. دايما انا اعلامي بيكتب عكس الاتجاه، انا ما عنديش مشكله خالص، وبرده ربنا بيكرمني وبصعد. وده برده حصل معايا كتير في نادي كوكولا ونادي
بلاستيك الحمد لله كل واحد بيجي يشكك في قدراتنا ربنا بيكرمنا برضه بنتعب ان احنا طبعا بيبقى الهدف قدام عينينا وحلمنا قدام عينينا فبنشتغل عليه مالناش دعوه بالاخرين واولا واخيرا توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي بيحالفنا دايما ان احنا بنتعب وبنبذل مجهود. عايز اعرف منك يا كابتن عيد العقود بتاعت اللعيبه بتاعتكم الحد الادنى كام والاقصى كام؟ الرينج بتاع العقود بتاعت اللعيبه. والله الـ الـ الاقصى 125 والاعلى 200. 125 ده الادنى والاعلى 200. ال 125 طب يعني ما الايه بقى ده احنا البنك الاهلي ده انا قلت انتوا بالملايين ولا ايه؟ انا قلت في عقود جامده. يا كابتن ابراهيم عايز اقول لحضرتك حاجه. احنا فرقه صاعده من القسم الثالث للقسم الثاني. القسم الثالث كان فيه برضه ميزانيه معينه، احنا ميزه البنك عندنا او نادي البنك عندنا ان هو فيه ميزانيه معينه النادي شغال عليها من اول يوم لاخر يوم ودي ميزه موجوده لان حقوق اللعيبه كلها بتاخدها ما عندناش حاجه عطلانه. مكافئات بتتعمل استثنائيه كبيره جدا من اللي هو اشرف استاذ محمد عبد المنعم فالحاجات دي كلها موجوده عندنا لكن طبعا احنا الميزانيه بتتحط بالنسبه للدرجه اللي انت بتلعب فيها. يعني برضه بتتحط بالنسبه للدرجه بتلعب عامل لكم دعم محترم اللي هو اشرف نصار. طبعا 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 انا عايز اقول لحضرتك حاجه الحته المعنويه والحته الماليه طبعا الحمد لله دي موجوده عندنا وده هو ده برضه يعتبر عايز تقول للي هو اشرف نصار ايه على الهوا؟ انا طبعا انا بشكر اللي هو اشرف نصار طبعا من ساعه ما دخلت النادي هو بيدعمني من اول يوم لاخر يوم لغايه ما بكلمك دلوقتي واقف في ظهرنا دايما اي حاجه يعني اي شيء ودايما اي حاجه احنا بنطلبها منه ست اللي هو بيعملها لان ست اللي هو طموحه طبعا زي طموحنا بالظبط ممكن اعلى مننا كمان ان دايما عايز يبقى النادي وشكل النادي دايما يبقى دايما في الاحسن فالحمد لله احنا بنقول له زي ما حضرتك راهنت علينا احنا الحمد لله على قدر المسؤوليه ووصلنا للهدف اللي احنا عايزينه وببارك له برضه من خلال منبر حضرتك فاقول له الف مبروك يا سياده اللواء وكل المسؤولين في النادي وكل المسؤولين في نادي في مؤسسه البنك الاهلي.